التنسيق ممتاز بين صندوق الموارد البشرية يعني من فترة ووزارة العمل، لكن احنا نحتاج تنسيق ما بين الجهتين اللي ذكرتيها اللي هي وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والجهات التعليمية، بحيث يكون فيه نوع من البرامج المشتركة. يعني لماذا لا يكون فقط التدريب منحصر على صندوق هدف، ولماذا لا تعاون مثلا المؤسسات التعليمية بالذات مؤسسات التعليم الفني والتعليم الجامعي في إرشاد بعض المؤسسات التي تتعاون معها أو الشركات في إيجاد فرص تدريب للطلاب. فبالتالي لو كان هناك مثل المنصة المشتركة ممكن بإدارة الصندوق، بحيث أنه تتكاتف بعض القطاعات أو الشركات العامة الحكومية اللي ممكن توفر هذه البرامج اللي هي بالذات الممزوجة ما بين التدريب والممارسة العملية.